السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم علي نوس. النهارده ان شاء الله عايزين نتكلم بسرعه عن سوق العملات الرقميه ونشوف ايه اللي بيحصل في هذه الفتره دلوقتي. لو انت مش مشترك في القناه، اشترك في القناه، فعل الجرس عشان خاطر يوصلك تنبيهات على كل فيديو. وشوف النهارده عايز اقول لك على حاجه. العملات الرقميه بدات ان هي تتحرك تحركات جيده، وبعدين بدات ان هي تنهار امام البيتكوين، وبدا البيتكوين يصعد. دلوقتي البيتكوين زي ما احنا شايفين ما زال في تحذير منه. ليه حبيبي؟ انت عشان تفهم حاجة، ده التحليلات ديت مش عشوائية ولكنها تحليلات معتبرة. فإذا انت بصيت هنا مثلا، خلاص، وجينا اتكلمنا في احنا هنتكلم في ايوه هنا، فالخط دوت لو انت بصيت له هتلاقي ان هو لمسه قبل كده وبدا ان هو يتحرك عنه، والتحركات بتاعته كانت ممتازه. بمعنى ده خط الدعم بتاعنا، اذا هو اخترقه، وفي الغالب ده اللي انا بتوقعه، احتمال ان احنا ننزل لمنطقه زي منطقه ال 22222، وبعد كده ممكن هو يهبط عنه مرة تانية لمستويات زي مثلا 21650، وبعد كده يبدأ في الصعود. إذا نزل يا جماعة، أنا بقول لكم هنرجع ندخل بقوة. في برضو خط تاني مهم جدا، إذا قدرنا إن احنا نوصل له، يعني إذا اخترقت وقدرنا إن احنا نوصل لده، هيكون ممتاز. إنه هو 20860 تقريبا، وده هيكون الانطلاق الكبير لجميع العملات. فديت خلاصة ما يحدث في السوق. أتمنى لكم الرفق والتوفيق، محبش أطول عليكم، وجمعة مباركة عليكم جميعا. سلام عليكم.